بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم في هذا الدرس تكملة للدرس الثاني، وهو التكاثر الجنسي في أنواع من أنواع البكتيريا. طبعا يمكن أن يحصل التكاثر الجنسي بين خليتين بكتيريا، بين خلية ذكروية وأنثوية، عن طريق أحداب تنقل المادة الوراثية DNA التي توجد على جسمها، عن طريق الأحداب بين خلية ذكروية وخلية أنثوية. تسمى هذه العملية عملية الاقتران. هذه الطريقة تزيد من تفاوت الوراثة لدى البكتيريا. طبعا يعتقد بعض العلماء أن تزايد التفاوت الوراثي لدى نوع من أنواع البكتيريا يدل على هذا، أنه راح يكون قوي جدا في البيئة، وبتزيد احتمالية قدرته على البقاء في البيئة. يعني بعض أنواع من البكتيريا مثل الباتسيولس لديه صفة خاصة تساعد على البقاء إذا ساءت ظروف المعيشة في البيئة، بيئة البكتيريا. طبعا هذه القدرة عبارة عن إنتاج نوع من أنواع الجراثيم يسمونها العلماء البوق، وهي مرحلة من حياة البكتيريا. يحمل هذا البوق صفات وراثية وذات قدرة هائلة جدا جدا على مقاومة بعض الظروف القاسية مثل الجفاف والبرودة وحرارة القصوى. أيضا هذا النوع من أنواع البوق يستطيع أن يتحمل نوع من أنواع الأحماض الأمينية التي توجد في البيئة. طبعا بعد تحسين الظروف البيئية أو تحسن الظروف البيئية التي تحيط بها هذه الخلية، ممكن أن تتحول هذا النوع من أنواع الجراثيم التي تكلمنا عنها مسبقا. هذا البوق يستطيع أن يتطور إلى خلية بكتيرية يسمونها العلماء هذه الخلية الخلية الخضرية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.